هي الرد العملي على كل من يطول المرأة المصرية بكلمة واحدة، لأنه الحقيقة أنا بشعر بالفخر الوطني أن يكون هذا البحث الحلم بين أيدينا، نسمع نستمع إليها اليوم، نتفهم قيمة ما فيه علميا رغم يعني صعوبته. هي بسطته لنا، خلت المواطن العادي اللي زي يفهمه، وفي نفس الوقت هي قدمته لصناع القرار. وبشكر طبعا المهندسة عزة انها وجهت لوزارة البترول، لكن انا اعتقد انه نتائج هذا البحث وما ورد فيه من احتمالات مستقبلية يستدعي قرارا سياديا، وانا بستأذنها وبستأذن أساتذتنا اللي شرفوا على هذا البحث في ان يقدم هذا البحث للرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا. اعتدنا في مصر ألا يكون العلم عنواننا، وأن يكون البحث العلمي مضطهدا، وأن توضع الأبحاث في الأدراج، وألا يحترم فيها النتائج التي تصل إليها الباحثين والباحثات. الإنعاش اللي حصلها فيها دحر لكل عناصر القوة، فلن نخرج منها إلا بالعلم. وعشان العلم يبقى توجيه استراتيجي حدش يلتف حوله، أرجو أن يكون القرار السيادي بالاهتمام بهذا البحث والتكليف الذي يصدر للحكومة سواء في وزارة البترول أو غيرها، لأنه أعتقد أن وزارة البحث العلمي طرف، وزارة التعليم العالي طرف، كل الأطراف، الإعلام الوطني طرف، عشان ما فيش حد يغيب عن الاهتمام بشيء استحق قيمة أننا نقعد نضحي بوقتنا ونسمعه. هذا التوجيه السريع لن يأتي إلا من خلال شرح لصانع القرار، وأن يكون هو الذي يمنحنا التوجيه الاستراتيجي، وأن يكون أيضا اللجان النوعية المتخصصة اللي تتشكل كباحثين من حوار الرئيس تعرفهم فيها، عشان مصر كلها من حقها أن تحتفي بأبنائها الذين يفنون حياتهم في العلم ويقدمون لها الحلول لمشكلاتها المعضلة ثم لا يجدوا من يستمع إليهم. لا نريد لهذا البحث الهام أن يسقط في براسل البيروقراطية المصرية ولا الجزر المعزولة التي تعمل كل منفردا. هذا بحث يستحق أن يكون حوله قرارا سياديا. ومرة تانية بشكرك دكتورة منال، بشكر كل أساتذتي.